وإلى النساء رسائل من رحمة قد قالها الرحمن قري عينا. يتصور البعض أن العبادة في الصلاة والصوم وحج بيت الله عز وجل، لكن هل تصور أحد منا أن من أعظم الأجور هو إدخال السرور خاصة على العائلة؟ قال عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان رفيقا معهم، وكان يقول عن فاطمة: يؤذيني ما يؤذيها. وكان يهدي الهدايا لصويحبات وصديقات خديجة رضي الله عنهن. فإذا أردت الحب الحقيقي الذي يمضي معك إلى النهاية هو حب العائلة. وإليك نبعث من معان ساقها رب السماء لكي تقري عيناً.